everyone. If you don't speak Arabic, you can always find in the playlist app no talking videos. You can work out with me full body. You can find it all in one place in the playlist no talking videos. مرحبا فيكم برحب فيكم معي بالقناة. وإذا كنتم متابعين جدد بعرفكم عن حالي معكم كوتش فرح مدربة لياقة بدنية وأخصائي تغذية رياضية وإلي أكثر من 20 سنة في المجال. وعن طريق قناتي حبيت ساعدكم إنكم توصلوا لأهدافكم من منازلكم بأقل تكاليف ممكنة. حبيت أعرفكم على الثقافة الرياضية بشكل صحيح والعلمي وكيف نتدرب بشكل صحيح مع برامج رياضية فور فري مجانا بتوصلكم لمنازلكم مع خطط تدريبية وخطط تغذية كرمال تساعدكم بالوصول لأهدافكم بأقل تكاليف ممكنة. اللي رح نستعملهم بالبرامج الرياضية أو التحديات اللي نحن ماشيين فيها هي دامبلز حبل مقاومة, دامبلز يعني أثقال, حبل مقاومة ريزيستنس باند, ممكن نستعمل الكرسي أو أي شيء تاني. طبعا أكيد فيل فري يعني كونوا حرين أبدا أنكم تستعملوا أي أدوات أخرى أنتم موجودة عندكم. فإذا كنتم مش متوفر عندكم الدامبلز فيكم تستعملوا بداية عبوات ماء أقل شيء لتر ونص لتر ونص إلى لترين, ولكن بنصحكم بعدين انكم تروحوا تشتروا دامبلز اوزان ابتدوا بين 2 الى 4 كيلو للمبتدئين. بنصحكم انكم تجيبوا 2 كيلو و3 و4 كبداية انكم تشتغلوا فيهم. بعدين بعد 6 شهور ممكن تضيفوا الى اوزانكم 5 و6 كيلو, ممكن توصلوا ل 8 كيلو بمنازلكم نعم او اوزان عالي. كمان اذا كنتوا عندكم باربلز, اذا ما كان عندكم الاوزان الاثقال بس كان عندكم بار, البار الطويل اللي بيحطوا فيه اوزان على جنب, كمان فيكم تستخدموه بالتمارين بديل للدامبلز. فكونوا اكيدين ان تستخدموا اي ادوات موجودة عندكم كرمال تكملوا معي البرنامج. حبيت اخبركم انه نحن هيدا الشهر وهيدول الاسابيع ماشيين بتحدي التدريب 3 مرات في الاسبوع. هيدا البرنامج صممته خصيصا للناس المبتدئين, الناس او مستوى متوسط اللي حابين يتعرفوا على تمارين المقاومه واللي حابين يتمرنوا بشكل علمي وصحيح كرمال يوصلوا لاهدافهم من شد وتشكيل الجسم, خساره الوزن, زياده الوزن او حتى ثبات الوزن. بدي اعرفكم انه خساره الوزن, ثبات الوزن او زياده الوزن كلها بتحصل عن طريق التغذيه, يعني التمارين ما كثير بتتغير بين هدف واخر, اللي بيتغير هو هدف برنامجنا الرياضي. فاذا كان بدكم تخسروا وزنكم اللي عليكم انكم تعملوا انكم تاكلوا تحسبوا سعراتكم وتاكلوا اقل من احتياجكم او تمشوا بنظام دايت, وبنصحكم انكم تمشوا مع اخصائيين تغذيه او فيكم تشوفوا الفيديو السابق بخصوص التغذية اللي نزلتوا برنامج 1200 سعرة. بس لازم تكونوا متأكدين انكم انتو مناسب لإلكم, محتاجين 1200 سعرة حتى تمشوا بهيدا البرنامج. وغالبا 70% من النساء بيكونوا بهيدا الرانج يعني بهيدا بهيدي المنطقة. فتكنتوا بكون تخسروا وزنكم لازم تكونوا عم تاكلوا اقل من احتياجكم بعجل سعرات بين 300 الى 500 سعرة حتى نخسر وزن, ولازم نستمر ونثابر ما نخبص بالاسبوع او بنهاية الاسبوع كل مرة لانكم انتوا بتخربوا كل شيء عملتوا طول الاسبوع بالدايت. فحاول نلتزم على الاقل 3 الى 4 شهور قبل ما ناخد وجبات مفتوحة او قبل ما نفتح بالعزايم او قبل ما نفتح ونخبص بالاكل. وانتبهوا للاشياء الصغيرة بتاكلوها باليوم, احسبوا كل شيء بتاكلوه, ما تقولوا مثلا معلقة عسل او لحظة عسل عادي ومن هون شقفت بسكوين من ابني عادي ومن هون اخذت حبة تفاحة عادي. كل هدول انتبهوا لهدول التفاصيل لانه الاشياء الصغيرة هي اللي بتزيد الوزن مش الوجبات الرئيسية. اعتمدوا فقط على الوجبات الرئيسية. ومثل ما ذكرت سابقا اذا كنتم من الناس ما بتقدروا تتحكموا بكميات الاكل او بانكم تحسوا بالجوع تاكلوا كتير حلو وتحبوا كتير تنقرشوا, شيلوا السناك, ما تاكلوا سناك, اعتمدوا فقط على الوجبات, كلوا وجبات كبيرة فطور غدا وعشاء بدون سناك. اما اذا كنتوا ناس بتجوعوا كل شوي وبتحبوا تاكلوا اشياء خفيفة فكلوا 3 وجبات صغيرة اساسية لا تقل كل واحدة عن 350 الى 400 سعرة. اوكي بالنسبة للناس اللي متبعين نظام 1200 سعرة. وكمان فيكم تاخذوا اشياء صغيرة مثل تفاحة, لبن, شوية بوب كورن مصنوع كله بالمنزل, موزي مثلا كسناكات. اوكي اكيد 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 فينا ناخذ شوكليت بالنهار, في عندكم مجال انكم تاخذوا دارك شوكليت مربع واحد بكل النهار مع فنجان القهوة. وحاولوا تكون القهوة دايما بسكيم ميلك او لو فات ميلك اذا بتحبوها مع الميلك مع الحليب, وحاولوا تحطوا ستيفيا سكر الدايت او ما تحطوا سكر ابدا, يفضل كمان قلل قدر الامكان السعرات الداخلية خلال اليوم. كمان للناس اللي
بيحبوا يدخلوا سويت بيومهم فيهم ياخذوا كيت كات هيدا الصغير اللي مكتوب عليه 105 سعرات اقروا عليها الاد، هيدا مسموح بالنظام الغذائي وبيساعدكم انكم تدخلوا شوكولا بيومكم مع فنجان قهوه خلال يومكم، ما تحسوا حالكم محرومين، ولكن هو اقل سعرات بين الشوكولات، لذلك انا اعتمد عليه، وهيدي منا دعايه للكيت كات ابدا، ولكن انا جدا بعتمد عليه، وخلال فتره التنشيف اعتمدت على الكيت كات اني داخل كل يوم معي، وكنت خليها المساء بالليل لما احس اني انا كنت دائما خلي السناكات او الاشياء السويت للوقت اللي انا بحس انه ما بقدر قاوم فيه، فبخليهم لاخر شيء، يعني بصبر طول النهار بخليهم على اخر النهار، ممكن المساء عشيه بالليل. سو اذا كنتوا ماشيين بهذا البرنامج فمثل ما قلت لكم بدكم تخسر وزنكم، انتبهوا للسعرات الحراريه، لاكلكم 70% بيروح للنظام الغذائي تاكدوا والا ما بتستفيدوا، مع البرنامج الرياضه 3 مرات في الاسبوع تمارين مقاومه، وحاولوا بالايام الاخرى انكم ما تريحوا، يا تتحركوا كثير بالبيت اذا ما كنكم عندكم وقت، حاولوا حركتكم تخلصوا 10000 خطوه، او يا اما تعملوا ساعه من المشي خارج المنزل او داخل المنزل، في كمان نزلت لكم فيديو التحدي المشي 10000 خطوه 5000 خطوة، وعندكم كمان 3000 خطوة فيكم تمشون خلال النهار، كمان فيكم تعتمدوا عليها 3 مرات في الأسبوع بالأيام الأخرى اللي ما بتتمرنوا فيها لتسرع عنكم نزول الوزن. أما إذا كنتوا بدكم تثبتوا وزنكم فيكم تعملوا نفس البرنامج الرياضة، طبعا لازم سعرات تكون سعرات ثبات، لازم تحسبوا سعراتكم تعرفوا عم تاكلوا نفس الكمية، أو يا أما أنتم عارفين تحددوا إنكم إلكم فترة عم تاكلوا نفس الأكل ما عم بتزيدوا أنتم بالطريقة الصحيحة، ولكن هذا البرنامج رح يساعدكم بشد جسمكم، فإذا بدكم تثبتوا وزن يكون عمله 3 مرات في الأسبوع، ولكن ضيفوا يومين هيت بالأسبوع لا ما الفيديو ما يكون أكثر من 20 دقيقة، أوكي؟ فأنتوا رح تضيفوا بس يومين تانين هي تمارين هيت، ممكن تكون تمارين بطن مع هيت، ممكن تكون تمارين كارديو، ولكن مش أكثر من 20 إلى 30 دقيقة، يعني نص ساعة في اليوم بالأيام الأخرى اليومين الآخر. أما إذا كنتوا بدكم تزيدوا وزنكم تأكدوا تماما إنكم لازم كمان نرجع للتغذية، لازم تكونوا مأكدين إنكم عم تاكلوا زيادة عن سعراتكم، يعني لازم تاكلوا أقل شيء فوق السعرات اللي بتحرقوها بين 300 إلى 500 سعرة، وبنصحكم تمشوا مع أخصائي لأنه هذا الشيء يتطلب جهد تعب، بعرفوا إنه الناس اللي ما بيسمنوا ما بيأكلوا كتير، هن بيفكروا حنا عم يأكلوا كتير، فما حدا بيقدر يساعدكم إذا أنتوا ما أكلتوا. مع هيدول التمارين المقاومة عملوا 3 مرات في الأسبوع هيدول التمارين بس، ما تضيفوا معهم شيء أبدا، خطواتكم تكون بين 5000 6000 خطوة باليوم مش أكثر، يعني مشي يوميا بين 10 دقائق إلى 20 دقيقة يكفي، مشي عادي أو مشي خفيف أو حركة عادية خلال اليوم، حركتكم العادية كالعادة. خليكم دايما جاهزين وانطروا تحديات جديدة، وما تنسوا أنه بعد تحدي الشهر لتمارين الفول بادي تمارين الجسم كامل رح نزل تحدي الأبر الأول، يعني يوم جزء علوي يوم جزء سفلي، ولمدة شهر كمان، والبرامج التدريبية كامل رح تكون متوفرة عنكم بالبلايليست، فستي تونت. أتمنى لكم أسبوع سعيد، وأتمنى لكم تكونوا عم تعملوا معي الجدول، دايما على طول حطوا لي تحت بالتعليقات عم تعملوا البرنامج معي، اذا خلصتوا الفيديو كامل، اذا حسيتوا بتعب، وين وصلت. على اي حال انا كتير بحبكم، ان شاء الله بشوفكم بفيديو جديد، باي باي.